باعتبار انه الشعارات المركزيه بتاع الاتحاد العام لطلبه تونس معناها فيها شعار مركزي يقول الاتحاد العام لطلبه الحركه الطلابيه جزء لا يتجزا من الحركه الشعبيه 5 فيفري على ذكرى هذه ذكرى المجيده في يعني صار انقلاب قربه عبر عليه انقلاب قربه انه الطلبه عام 71 تحرموا من انجاز المؤتمر نتاعهم في قربه وصار انقلاب بورقيبي دستوري على المنظمه يعني تحرموا من انجاز كما نقولوا وصباح في الجرايد في وسائل الاعلام هبطت هياكل دستوريه والطلبه الشرعيين يعني تاع الاتحاد العام طلبة تونس تحرموا من انجاز المؤتمر نتاعهم. مانيش مش نطول برشا. 5 فيفري هذا لا شعارات ولا كلام كبير ولا حديث برشا. طلبة كيف نحن اليوم ماتوا وتسجنوا مش فرضوا ان الطالب يلصق واقف العيد. هذا هو 5 فيفري. فاما ان نكون نحن قد امانه الامانه اللي خدموا لنا الشهداء واما رانا ما نستحقوش كلمه طالب او حتى انسان. المشهد اليوم ان في الاتحاد العام طلبة تونس ندعوك يا زميلي وزميلتي لتكون انسان قبل كل شيء لتدافع عن حقوقك الماديه والمعنويه وتكونوا يد واحده باش نواجهوا اعداء الجامعه التونسيه. قطيعة تنظيمية وسياسية مع الحزب الحاكم مع السلطة والحركة الطلابية جزء يتجزأ من الحركة الشعبية. بالنسبة خاصة بعد ما يسمى بالثورة بعد 14 ثم منظمة اللي هي
مثل صوت طلب النهضة الاتحاد العام التونسي للطلبة. احنا باعتبارنا عندنا في الشعارات المركزية شعار مركزي اللي هو القطيع السياسية التنظيمية مع الحزب الحاكم. هذاك علاش نعتبروا انه ما ينجم يعمل عمل نقابي الا واحد معناها اور السلطة. خاطر ما يجيش واحد الحزب متاعه يكون في الحكم في السلطة وينجم يمارس العمل النقابي. دونك باش يصير في كونتربيسيون. ما تلقاش انتماءات حزبية جملة. نو تنجم تلقى انتماءات حزبية. باغ اكزومبل في هنا في الجمعية تاع بنزرت ماهوش حتى العناصر ماهوش محددين ماهوش متفرقين. لكن نعتبروا انه اللي نجم ينخرط في الاتحاد هو برا من السلطة. في التاريخ اللي جات فما احاد كانوا يخدموا معناتها بارزين. قايدين بارزين في الجيت ولاو بعد تابعين السلطة. أكيد. خذوا مركز مهم في السلطة. أكيد أكيد. توجهم معناتها رئيس السابق ولا سمير العبيدي. إيه هل ترى هذايا معناتها خوف منهم ولا هما كفاءة معناتها استدعاء شعبية؟ هو كي مشاو يمثلوا أشخاصهم معناها الأشخاص تاعهم ما مشاوش يمثلوا نسلخوا على الاتحاد ونسلخوا على المبادئ اللي جندهم بها الاتحاد. حسب رأيك كانوا نورمالمون يرفضوا معناتها الدعوة من ولا المنصب اللي يعطيه لهم أي إن كان في السلطة لازم يرفضوه ك. مش يرفضوه هو أول حاجة بالنسبة للعمل النقابي في الاتحاد العام طلبة تونس هو فترة وجيزة يعني خاصة تو في النظام إيمد هو 3 سنوات يعني مدة دونك هو باش يتلقى بجديات العمل النقابي ينجم يلتحق باتحاد شغل ينجم يلتحق بمنظمات اخرى تاع مجتمع مدني ينجم يلتحق بحزب ينجم فهمت اما ما يمثل في كيف يخرج من الوجيت ما عادش يمثل الوجيت هو فهمتني وحاجه اخرى يعني بالنسبه للاتحاد هو صحيح كانوا برشا عناصر بارزين وبعد انحرفوا نعتبروهم انحرفوا خاطر كمان الاتحاد العام طلبه تونس عنده انستاتي وعنده مبادئ عنده تصوراته الاجتماعيه والاقتصاديه باعتبار انه يحتك بمبنى الجماهير فهمتني وحاجه اخرى نعتبروا انه الطلبه نخبه نعتبروهم نخبه معناها مستوى تعليم عالي يعني كمان نخبه مي تصير الانحرافات هذه وشملت حتى المنظمه نتاع النقابه نتاع طلبه الحزب الحاكم نذكر الهاشمي الحامدي باغ اكزومبل مؤخرا التحق بنداء تونس كان قيادي في ليجيتيو.